بسم الله، شوف مع بعض أوامر مودفاي. أوامر مودفاي ممكن أوصلها من هنا وأختار الحاجة اللي أنا عايزها، أو ممكن من هنا ألاقي برضو أوامر مودفاي. هنا ألاقي أوامر مودفاي، يعني مثلا لو اخترت مثلا السيركل ديت ممكن أجي هنا أقول له أنا عايز أعمل موف أو كوبي، تمام. أو ممكن من هنا أكتب الأمر ام في، تمام. أنا أحدد النقطة بتاعتي وأقول له انقلها لي من هنا لهنا. هيسألني بقى هل انت عايز تعمل ديليت للنسخة الأصلية، يبقى انا كده عملت ايه موف، ولا عايز تعمل كوبي. اجي هنا اقول له انا عايز اعمل كوبي، تمام. او ممكن اقول له ملتيبل كوبيز، يعني كأن انا بعمل اري، تمام. اوكي، اللي حصل عملهم لي 10 مرات كأن انا عملت امر اري. فدي الامر بتاعت موديفاي، ان انا ممكن اجي هنا اقول له مثلا انا عايز اعمل روتيت، هيقول لي طب انت عايز الف حوالين ايه، هقول له مثلا حوالين النقطه دي، هيقول لي بزاويه كام، وهل النسخه الاصليه عايز تلغيها ولا تسيبها زي ما هي، ولا عايز تعمل مالتيبل. اقول له مثلا انا عايز اعمل مالتيبل 4 بزاويه 45، فهتلاقي الدايره اتلفت اهي بزاويه 45 4 مرات، تمام. ممكن اقول له مثلا انا عايز اعمل ميرور، فبيقول لي خلاص حدد المكان اللي انت عايز تلف حواليه. هقول له مثلا عايز الف بالزاويه ديت، بحط المرايه اللي هنا بس حاسب لحظه تتكسر، واقول له مثلا خلي الاصل او الغي الاصل زي ما انا عايز، تمام. هتلاقي برضه ممكن اعمل موف وروتيت في نفس الوقت، ممكن اعمل روتيت، ممكن اعمل تريم لو انا عايز اعمل تريم في اي خط، تمام. عايز اعمل ايه تاني، التريم بوس لو انا عايز اخلي خطين يقابلوا بعض، يعني خلينا نرسم لاين اهو. ونرجع نقول له امر موديفاي، اقول له مثلا انا عايز اعمل تريم، حدد الخط دوت، وبعد كده حدد الخط ده، هتلاقي الاتنين اتصلوا مع بعض. عايز اخلي خطين يقابلوا بعض، تمام. دوست كنترول زد، اقول له انا عايز مثلا الخط ده يقابل مع الخط دوت زي ما احنا شايفين. عايز اعمل لهم راوند، انا اخلي في هنا زاوية معينة، اختار دوت واختار دوت، الراديوس اهوت، تمام. فدي كلها اوامر سهلة وبسيطة، وكلها قريبة من الكاد، وكاد في بعضها اسهل بعضها مختلف شوية، حاجة بسيطة، بس هي الفكرة واحدة في كل أمر موديفاي. وممكن أي أمر عايزه أجيب برضه من هنا، سواء عايز أعمل اكسبلود، أفجر بلوك ولا حاجة، أعمل ألاين ديفايد، كل أوامر إن شاء الله يمكن نتعرض ليها بعد كده.